كان هو يعني يوصل البلايص اللي ما كانش تيوصل ليهم وتزاد الدراهم، كاين هذا ماشي مشكل، هذا مزيان الا كان الناس غيقضيو الغرض ديالهم والوقت غيوصلوا في الوقت، هذا ما فيه حتى شي مشكل، يعني تيبان لي عادي. بصراحه بالنسبه لي انا درهم يعني ماشي شي حاجه كثيره. علاش؟ لان الترامواي تبارك الله يعني جميع الناس كيلقاو راحه ديالهم كيديبلاصاو، ولحقاش كاين الانسان اللي كيبقى خدام في بلاصه بعيده شويه، كنظن درهم ماشي غادي تقدر تغير المسار ديال الحياه ديالو. كنظن هادي درهم بحال شنو نقول لك، ماشي شي حاجه كثيره. ومن بعد يعني الناس يعني كتمشي في واحد الارياحيه، كتمشي ما كاينش مشكل مثلا بالنسبه للوقت، كتمشي الانسان كيقضي المصالح ديالو كيرجع. انا بالنسبه لي درهم ماشي شي حاجه كثيره. طرام يوصل لشي بلايص اخرين باش المواطن ميتين حتى باش ولكن خص عشان يوتيوب بارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.